أحببته وأحبه وسيبقى ها هنا. أحببته وأحبه وسيبقى هناك وهنا. أحببته وعشقته سيبقى ها هنا. انت اجدب، انا ولا مره وعدتك بشي، صرت مخبرتك اياها 100 مره، خيرو شوف لك شي وحده تفهم انت وياها بقى. لك شو بكي لك امينه؟ شو صاير لك؟ لك انت بتعرفي انه بهالدنيا ما الك غيري انا وندى، وبتعرفي اني رح صونك بعيوني. لا تصونني ولا بصونك، انا ما عاد لي خلق على رجال يجي هلا يتحكم فيني ويناقرني ويناكدني. هلا الرجال ما عاد يسوي شي بهالدنيا غير النكد والخناق. ايه خيو، أنا شفت الأمرين من الرجال وما حلوا عني وما تركوني إلا بعاها برجلي تذكرني طول عمري بقرفهم ووسخهم وعقلهم الصغير. وأنا بتحسبيني على هدول؟ اللي بتقرصوا الحية مرة بصير بخاف من الحبل. ولك حبل؟ حبل لك أمينة حبل دسية؟ شو فيها بتقرص؟ شفت؟ شفت شلون دك تجرجرني على الفي؟ لك لا والله، والله يا عم بدلك إيدي من قلبي. خلصنا بقى سليمان، خلينا أصحاب وحباب. الله يخليك. ايه شو رح تساوي؟ رح تضلك تكابري طول عمرك؟ بكرة بتكبري بتكوني لحالك، لا ولد ولا سند. شوفي ندى، شوفيها أكتر من اللي صار لنا رجال، ومع هيك عم تحبه تتجوز. متمني مرة واحدة بس تردي على قلبك وما تخافي. إذا رد ضل تزن براسي بروب أنام بالسيارة. ها قال ندى، قال هاي راي تترك الشام وتروح تعيش بقبرص. شفت شو بيساوي رجال؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. شو مبيت بكيري عريس؟ العادي. طيب اسوي لك قهوة ولا بدك ترجع؟ الحقيقة يا أمون، أنا إذا بدي أعمل مكتب هون وين فيني أحطه؟ مكتب؟ إيه مكتب مشان أكتب. هلا هي الطاولة بس للأكل مو هيك؟ مبلا. سليمان معلش لو سمحت، وأنت جاي تبقى جيب لي معك كل الجرايد اللي بتلاقيها؟ فيك اليوم تجيب لي تبع اليوم؟ مكتب شو بده يساوي؟ شو بعرفني؟ لا صحيح أميني، هو شو بيشتغل؟ قال بالسياسة. لكي بعرف إنه بالسياسة، حاكي بصارت شغلة اللي ماله شغلة. عم تسألني إلي؟ والله ما بعرف. في حدا بيقرأ جرايد بصلاحية عرسه؟ لك مو ليكون في عرس لك سليمان، نيقة عن الخليقة. ساتني هون فكرت حالي عم بحلم، رفيق لقيت تخت فاضي. كنت تحلمي فيني من قبل؟ كنت من امتى فايق؟ قديش الساعة هلا؟ 9:30. 9:30؟ شو مفايقك؟ ندى معلش صير اشتغل على طاولة السفرة بالصالون. شو بدك تشتغل؟ بدي اكتب شعر؟ لا مقالات،
يعني قلت على اعتبار انا محبوس هون بلكي اللي بيكتبه بيسافر. مظفر والله هذا الحكي بينحكى وقت الصباحيه. لا والله. طيب تعال كم تعال خلينا ننام شوي عبين ما امينك عملنا الفطور. يعني لا رجع امبارحه ولا اللي قبله، شو اللي مخليكي متاكده انه راجع اليوم؟ هيك قلبي حاسسني من الصبح. بك دخيلك على هالقلب اللي ما كنت افهم عليه، ولا كنت افهم ليش هالجوازه كلها من اصلها. عن جد امينه؟ عن جد ما بتفهمي على قلبي؟ بربك ليش انت فهماني عليه؟ لك ذاتا انا غير جوازتك من الحج عبد الله ما فهمت، لا فهمت الحوت ولا عمر ولا جورج ولا هلا مظفر. لك انا ما بفهم ليش بتتجوزي واحد وبتقولي للثاني لا، والله بحطك بزمتي انك ما حبيتي ولا واحد منهم. أنا بدي رجال يحبني ويدير باله علي. هلأ مظفر هو اللي بده يحميكي ويدير باله عليكي؟ مظفر بيحبني بس هلأ هو مشكلته إنه ظرفه مو منيح، بس بعدين كل هذا رح يتغير وبكرة بتشوفي. لك ندى، ندى أنت إيش صاير لك؟ والله بزماناتك كنتي وازنة وراكزة أكتر من هيك. أنا مالي مرتاحة لكل شي عم بتساويها، وأحسن له لهذا مظفر يروح يزبط شغلة قبرص، لأنه العيشة إذا بده طول هيك ما رح يعود اسم عيشة. ما رح تطول، قلبي هيك حاسسني. ولي على قلبك لأشوف لأمتى رح تضلي لاحقة قلبك. بنهار ما بيجي، كلي رح يبرد الأكل. بدري ابو كلبشه اللي هلي مدوخ موصولي. مضبوط، ما بقى لي جنس الكرامه عندك. ولو ليش الحكي يا بدري فانت شوفي، ببعت لك واحد من طرفي مشان تعطيه شهاده تسلسلوه، بتقوم حضرتك ترفض تعطيه. يا حرام البرزان جمعتك. بعته حضرتك، اطلعت على السجل العلمي تبعك؟ نعم سيدي اطلعت. شوفي السجل العلمي 11 حكم سابقا.
احتياج كلي بقى، ما رح نقضي الليلة عم نستناه. كلي انتي أمي، أنا موجعة بالي. يا ستي عوضك على الله، قلبك خربط بموعد جايته. جاي اليوم واخيرا الدوشي. لك من الصبح انا حاسه انك جاي. اشتقت لك كثير. إذا رح ضل غيب عنك هيك يمكن أرجع أكتب شعر. اشتقت لك كثير. شو هالبرطلة هي؟ يا سيدي ما بدي إياك تكتب شعر. أيوة هلا هيك فهمتيها؟ يعني مشان ما تساوي لي مقدمات. مقدمات لشو؟ للغطة الثانية. غطة؟ ايش وسمكة؟ غطة وغطسة كمان. بتروح ما بعرف وينك، ولا بعرف امتى رح ترجع، ولا بعرف شلون بدي اتصل فيك. معقول هيك؟ بلا. طبعا القليلة قلي وين عم تروح؟ ما بروح لمحل. ندى هي الحقيقة انه هي الفترة كتير 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 صعبة، بس الفترة الجاية رح تكون اريح. يعني لا عاد في لا غطات ولا غطسات، يا دوب روح رجع. ما رح تحميني الحمل؟ فكر اني رح اعتقك. بس تطلع بشوف شغلي معك، ما رح اسكت غير لحتى اقربك. ايه؟ محمي ولا لا؟ لك قلت لك من الصبح قلبي حاسسني انه رح تيجي اليوم. قالوا كل النهار محمي. خلي ثيابك هون. لا معلش، مش لحام بالحمام مشان الغسيل. جوعان؟ لو طلبت لي شي مليون ليرة. اي والله جوعان.
شو كل هاد؟ ولا شي، مشان تعرف قديش اشتقت لك. عادي، أمي الله يرحمها هي عودتني إياها، ما بقدر أكون المكان إلا ليكون عندي فيه خزانتي الخاصة أو درجي اللي ما حدا بيفتحه غيري. طيب ليش؟ شو بدك تخبي فيهم؟ ولا شي، عادي عن جد بضل حس حالي غريب عن المكان لحتى يكون لي في باب سكره أنا بإيدي خصوصية. بعدين البيت مليان دروج وخزن وكلهم لهم مفاتيح. ايه بس مفاتيحهم فيهم، ما في شي مقفول، على مين بدنا نخبي؟ ندوشتي حبيبتي الله يخليكي، مو بدي خفف غطاتي. طيب موافقة بس بشرط، هي الغطة الأخرانية بدي أعرف وين كانت. اقول الحان تتمايل لها.
هلا قولي لي ليش خايفه كل الوقت؟ انا؟ ايه انت حاسه كثير خايفه ومتلبكه كمان. لا من شو بدي خاف؟ يعني ما بعرف هيك. انت ساكته ما عم تحكي ولا كلمه. مو ساكته بس متلبكه شوي، يعني جو جديد علي استاذ رائد. شايفه شلون لساتك خايفه ومتلبكه؟ هلا مثلا كلمه استاذ شو لها داعي؟ لك انا فتحت لك قلبي وحكيت لك كل قصه حياتي ولسه بتقولي لي استاذ؟ لا مو هيك، بس نحن عم نشتغل مع بعض والناس بالشغل هيك بينادوا لبعضهم. ايوه، وهلا نحن عم نشتغل شيء؟ يا حبيبي. لا ما في شيء، ما في شيء، بس حبيت اسمع صوتك، استوحشت شوي، ما في حدا بالبيت احكي معه. انت مشغول شيء؟ طب ليك خلص اجتماع وحكيني ماشي؟ انا كمان باي. الو، اهلين مرت خالو. لا قاعده بالبيت. اطلعي اطلعي، يلا يلا باي. الله وكيلك كله جان من نرجس وسيره نرجس وانتظارها لنرجس. شفتي خالك منذر كيف تدين مصاري؟ يصطفل، الله اعلم من لاي دينه. بلاقي حبيبتي على سيره الورثه، الف مين بيتمنى صحته. والله حاسسني قلبي انه رح تتغير عيشتنا سوزان. رح تتغير؟ ما تغيرت ومشي الحال. لعما كيف كنا عايشين من شهرين، كأنه من سنة. لطيف، هاد صهيب اكيد. شو بده جوزك هلا على التليفون؟ ايه خالو. لا قاعدين فوق. ايه من عيوني رح اتعشى. لك سمير، انا تصرفاتك هي ما عاد فيني اتحملها اكثر من هيك ابدا. لا وكلكم قدامي غيرتك الغير مبرره. طبعا غير مبرره، لك انت عم تحرجني قدام الناس بسلوكك المولدان هاد. اسمع سمير، انا هلا تعبانه ومالي حسناني اسمع منك ولا حرف. هاي التصرفات بدك تبطلها، يا اما كل مين له نبي بده يصلي عليه. يا سيدي عم هدد ونص، منيح؟ على السلامه. بين كل الناس علقني، يوم شفتك في عينك حسيتي شي بعيوني حيل يسبني، لما ابتسم لي بانت في وشي تلوينا. صدفة من بين كل مين؟ ساويت قهوة قلت تحسب حسابك فنجان.
صار لي زمان ما شربت انا وياك يا ما شاء الله صرتي مشغوله كثير انتي. طيبة؟ يسلموا ايديكي، دايما بتطلع معك طيبة. رباب أنا قسيت عليكي، ويمكن تقولي عني إني أنا أم ظالمة ومتخلفة. لا ماما لا، هو سوء تفاهم بينحل مع الوقت. أنا آسفة إني ضربتك، بس من حرقت قلبي عليكي. بعرف ماما بعرف، أنا مالي زعلانة منك، مثل ما قلت لك الأيام رح تثبت لك. إذا بيصير عليك إشي بموت، أنت وأخوك حيلتي وفتيلتي بالدنيا، تحملت كل اللي تحملته مشانكم. ايه يا ماما، بس انا دايره بالي على حالي كتير منيح، وما في خطوه عم بخطيها ما بكون دارستها كمان منيح، يعني فتحه عيوني. يا امي والله كل الناس بيحكوا حكي عن الوسط الفني، اللهم عافينا. حكي ماما حكي، اي وسط بالعالم في المنيح وفي العاطل، بس الناس ما بتجيب سيره الا العاطل. اه معناتها العاطل موجود، والقصص اللي بنسمعها والله بتشيب شعر الراس. ما بتسمعي ابوكي شو بيحكي عنه؟ هلا ابي وبتعرفي. يعني انت ما عدتي بدك تدرسي للادب الفرنسي؟ يعني شوي، بعدين لسه في وقت كتير للفحص. طب والشغل اللي جاب لك يا سمير؟ ماما شو بدك هلا؟ بدي تفكري منيح. فكرت كتير منيح، عم بعمل الشيء اللي انا بدي اياه. امي فرحيلي، مو كل الناس بتقدر تحقق الشيء اللي بتحلم فيه. بس يا امي انت عم تلغي حياتك كلها على شيء لسه ما صار. كيف ما صار؟ والعقد اللي وقعته شو بتسميه؟ يعني انت بدك تشتغلي مثل المغنيات اللي عم بيطلعوا بالكليبات؟ لا ابدا يا ماما، انا ما رح غني الا كلام محترم بلحن منيح، حتى لما بدي صور كليب مستحيل حتكوني خجلانه منه. ماما هذا فن مو عيب. طيب ماما وعديني تورجيني وتسمعيني كل شي بتساوي، ما تخبي عني شي. طب انتي ما عندك ثقة فيني؟ بس مشان قلبي يطمن. خلص مثل ما بدك. شو هاد؟ هذا الحكي ما بينسكت عنه بنوب؟ اصلا هذا الرجال لو كانت نيته صافية ما كان عرض عليكي هذا العرض. انا غلطت، وقت اللي حاولت حذرها منه ما سمعتني، هي مفكرة اني انا خنتها. السيد رائد شام هو اللي كشف ألاعيبي. منيح اللي قلتيلي بالوقت المناسب، انا رح اتصرف. سمير صار لازم تصرف وبسرعة كمان، ما حدا بيعرف هالكلب رائد شو ناويله. والله يعني انا على حد علمي انه نية الرجال صافي. كيف صافي يا عم كيف؟ في عقد رسمي بينه وبين السيد رائد. بعدين لمعلوماتك انا شخصيا نزلت واجتمعت بالسيد رائد، يعني رجل محترم وابن عيله وناس، ما بعتقد في داعي لمخاوفك. ما بعرف عمو، قلبي مو مطمن. على كل حال ما بدر من الرجال شيء، يعني خلينا نشك بحسن نيته. مساله بدها وقت، وان كان صدر اي شيء غير اخلاقي يعني رباب بتعرف تتصرف بدون ما ترجع لحدا. عمو انا بعرف منيح كيف مربي بنتي. طيب خالي انت حكيت مع رباب بهالموضوع؟ سؤال وجيهة، جاوب حماتك. ليش رباب عم تسمع مني شي؟ رباب متغير كتير معي، وبيني وبينك كل يوم عم نبتعد عن بعض اكثر من اليوم اللي قبله. يعني انا بعتقد انه علاقتكم بحاجه لبريك، استراحة يعني. خذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. ايه بنبقى بناخده.
على كل حال ضروري كتير تفكروا بهذا الشيء. فكروا مو خسارة. قلبي شو بيلبق لك العز؟ لك شبك بتضل شارد؟ بشو شارد؟ بأختي نرجس وبحظي ساعدت كل إخواتي ولما إجا دوري ما عاد بينت. أنا منحوس بأول عمري وبآخره. يو بسم الله عليك، ليش عم تحكي هيك؟ الحمد لله بعد هالصبر كله اللي صبرناه الله تطلع بوشي وبوشك كمان. طلع بوشي؟ هذا اللي عايشين فيه اسمه دين. اسميه مثل ما بدك، شو ما كان اسمه بيضل قهوة من القبر اللي كنا عايشين فيه. طبعا انت شو فارقة معك؟ مالك موقع على كومة سندات بتهد الظهر. حبيبي على قولة امي قال تفائلوا بالخير تجدوه، بس انت حاطط لي هالعقدة وقاعد. بس وحياتك انا بعرف شو حلتها. انت هالعقدة اللي طالعة معك لانك قاعد لا شغلة ولا عملة. لو اني محلك بروح بدور على نرجس وجيبها من تحت تقطيع الارض، منه بتنسى الدين ومنه بتجيب لنا اختك نرجس وبتجيب لنا المصاري. تحرك لك شوي بقى. ليش طالع بايدي دور وقصرت؟ ست ندى وصلت رساله من سيد جورج. من جورج؟ تفضل. سلام حار جدا لا تطفئه البحار التي بيننا. إذا بلشت أحكي لكم قديش مشتاق لكم ما رح تكفي رسائل العالم كله. المهم إني كتير مشتاق لكم، تقريبا ما عم أفكر بشي غيركم. بتمنى إنه هاي الرسالة توصلكم وأنتم بكامل الصحة والعافية. أنا من وصلتي لهي البلاد بلشت مشروع مطعم عربي، والشهر الجاي رح نفتح. أول شي خطر على بالي جيبكم لهون. أمينة هون إلى شغل ما فتح ورزق، لك ما في طباخين شرقي عليهم القيمة، بس بنفس الوقت بعرف إنه رح تطلع لي روحي. بهي البلاد برد ما بينحكى عنه، برد كتير عم يفرفط لي روحي وحاسس حالي لا شيء يعنيني هنا. لا تخافي أكيد ما رح أساوي مثل عمر. صحيح زوروا عمر، يعني ما بدي وصيكم. Thank you.
ليش ساكت؟ حاسس الدنيا ضيقة كتير. ليش هيك عم تطلعي؟ ولا شيء. اشتقت لك. ماذا انت شو؟ شو اللي مضطرك تتحمليني هيك؟ يعني انا مقصر معك كثير. شو مضطرك تضلي مع واحد معيشك برعب وقلق وخوف طول الوقت؟ لاني بحبك. بس لاني بحبك. ليه؟ هيك بحبك. انت هلا المهم تزبط لنا روحة قبرص، خلينا نطلع من هون ونبدا حياتنا من جديد. يا ريت نقدر. ليش ما بتقدر؟ شو اللي بيمنعك؟ انت لامتى بدك تضل ساكت؟ ليش ما عم تحكي؟ خايف علي؟ ما بيكفيك الخوف اللي برا؟ ليش لحتى يسكن الخوف معنا هون جوات البيت؟ مو قصة خوف، بجوز إلا حيلة. ما بعرف والله، ما بعرف. بعرف إن أنا معذبك معي وما عم بقدر أقدم لك شيء. أنا ما بدي منك شيء. تطلعي مشوار؟ كتير حابب أطلع أنا وياكي مشوار. تاكلي فلافل؟ وليه؟ نقدر؟ نحاول. هالفترة كتير حساسة، الانشقاق بالتنظيم صار واضح كتير. يعني ما عدنا عم نختلف على تكتيك أو على فكرة، صرنا عم نختلف على المبدأ نفسه. هلا أنت مين اللي ملاحق؟ جماعتي. طيب سلم حالك للأمن. بيجيبوني. إيش شو هالقصة؟ بس مو مطولة، رح تنحل. عم تزبط قبرص؟ يعني التنظيم وقبرص سوا، الاثنين مرتبطين ببعضهم. أنا ماني مرتاحة أبداً. لا لا تخافي، طول ما أنا بعيد عن عيونهم ما بصير شيء. المهم هلأ أنت كيفك؟ قلقانة بس على القليلة هلأ عم نقلق سوا. طيبة طيبة كتير هالسندويشة. ندى انت بتعرفي قديش بحبك؟ أنا وقت رحت على بيروت كنت هربان منك، أو كان بدي أخلص من كل شيء. تلبكت بحالي كتير، شوي شوي فت بالطوشة، لقيت حالي عم منتقل من شاعر لسياسي. هبلني ما؟ لا بس يعني شو دخل هاد بقديش بتحبني؟ من نقلة من الشعر للسياسة هي اللي خلتني ارجع على الشام مشانك. هلا انت رجعت على الشام مشاني؟ يعني لما تخبيت عنا بالبيت كنت مخطط انه رح نتجوز؟ Thank you.
هنا أحببت وأحب وسيبقى هنا أحببته وأحبه وسيبقى هناك وهنا أحببته وعشقته سيبقى هناك.